نروح دلوقتي مع حضراتكم نتابع أخبار الطقس مرة تانية مع زميلتنا دينا شرف. نروح لدينا، تفضلي. شكرا لك يا محمد. ودلوقتي فعلا جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. والنهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل والصبح بدري الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء، وفي فرص لتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، وفي كمان شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. كمان في أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو مركز الإعلام بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. الناس كلها بتسأل، الجو برد قوي، يعني الجو فعلا بقالنا كذا يوم كمان بالليل لدرجة الحرارة توصل في بعض المناطق في القاهرة لخمسة وستة وسبعة درجات مئوية بالليل، فالجو فعلا بيبقى برد قوي. هل مستمر معانا بقية الأسبوع ولا هنبدأ ترتفع تاني درجات الحرارة؟ هو طبعا كان في برودة شديدة خلال الأيام الماضية بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية. فترة النهار وفترات الليل كانت انخفاض في قيم درجات الحرارة. بدأنا من أمس يحصل استقرار في الأحوال الجوية، قيم درجات الحرارة بدأ يحصل فيها تحسن نسبي، بدأت ترتفع عن الأيام الماضية. احنا كنا بنسجل قيم درجات حرارة عظمى على القاهرة الكبرى 15 و16 درجة مئوية، بالأمس مسجلين عظمى 17 درجة مئوية. اليوم متوقع كمان مزيد من التحسن في الأحوال الجوية، وعظمى على القاهرة الكبرى متوقع أن هي تكون 18 درجة مئوية فترة النهار، زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس. اغلب مصادر الكتل الهوائيه كتل هوائيه قادمه من مناطق صحراويه، فده اللي هيؤدي للارتفاعات في قيم درجات الحراره اللي هنشوفها اليوم والايام المقبله ان شاء الله. لكن طبعا الكتل الصحراويه خلال فترات الليل بنحس معاها بالبروده الشديده، لان الكتل الهوائيه بتبقى نسب الرطوبه فيها منخفضه، فبالتالي احس بالبروده الشديده فترات الليل المتاخر فترات الصباح الباكر في اغلب محافظات الجمهوريه، وده اللي متوقع معانا خلال الايام المقبله. يمكن الليله اللي جايه هنلاقي فتره النهار فيها زياده لفترات سطوع اشعه الشمس واستقرار، ويمكن ان شاء الله نلاقي دفء كمان خلال الايام المقبله، لكن فترات الليل هيظل طبعا فيها البروده الشديده، فتره الليل متاخر فترات الصباح الباكر. الصغرى فتره الليل بتوصل ل 10 درجات على القاهره الكبرى، المدن الجديده 8 درجات، بعض المناطق طبعا من وسط سيناء ومحافظه الوادي الجديد، بعض الاماكن كمان من شمال الصعيد اقل من 5 درجات، عشان كده بنقول الصقيع بيتكون على المزروعات، بالاضافه كمان الثلوج بتتساقط على جبال سانت كاترين نتيجه انخفاض قيم درجات الحراره ب 2 و3 تحت الصفر. بالاضافه اليوم كمان متوقع استمرار فرص امطار. لسه كنت بسال حضرتك على الامطار دي، هتكون مساء مثلا على القاهره ولا هتكون طوال اليوم مثلا؟ لا، على القاهره ان شاء الله متوقع فرص الامطار خلال فتره المساء، هنلاقي فرص امطار خفيفه كده في بعض المناطق المتفرقه، بعض الاماكن من جنوب الوجه البحري، مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه. الامطار هتكون بشكل مؤثر على المناطق الساحليه، وهي طبعا اقل كمان في الكميات من الايام الماضيه، امطار ما بين خفيفه المتوسطه على اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري. من بكره ان شاء الله هنبدا نلاحظ كمان مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحراره، تبدا تتلاشى فرص سقوط الامطار بشكل كبير من على اغلب المحافظات، عظمى على القاهره الكبرى متوقع ان هي تكون 20 درجه مئويه فتره النهار، فبالتالي ان شاء الله من بكره وحتى نهايه الاسبوع اجواء مائله للدفء او دافيه فتره النهار، شديده البروده فترات الليل، وطبعا الشبوره المائيه هتكون ظاهره جويه مؤثره بشكل كبير فتره الصباح الباكر، ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، طبعا هتؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه على الطريق فتره الصباح الباكر. طيب بالنسبه لسرعه الرياح، لان دي اللي بتحسسنا ببروده الجو اكتر وتاثيرها كمان على الملاحه البحريه. هو طبعا حصل الحمد لله في اعتدال في سرعات الرياح بشكل كبير في معظم المحافظات، ويمكن ده هيؤدي لاحساسنا باستقرار في الاحوال الجويه، وده هيكمل معانا ان شاء الله على مدار الاسبوع.
فبالتالي هيحصل كمان اعتدال في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط، ارتفاع أمواج ما بين 1.5 ل 2 متر. البحرين مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية، بس ننوه بس إن الكتل الهوائية زي ما أكدنا في الأول كتل هوائية صحراوية. كتل الهوائية الصحراوية تخلينا نحس بالبرودة بشكل كبير جدا فترات الليل، فعشان كده بنأكد على عدم تخفيف الملابس، استمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة فترات الليل متأخر فترات الصباح الباكر، طبعا والمتابعة الجيدة للنشرات الجوية يوميا لأن احنا في فصل الشتاء. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المتابعة اليومية معانا دكتورة منار غانم عضو مركز الأعيان بيئة الأرصاد الجوية مع برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبدأها من القاهرة العظمى 18 الصغرى 10، العاصمة الإدارية 18 9، الإسكندرية 18 10، العالمين الجديدة 17 9، مطروح 18 10، دمياط 18 10، بورسعيد 18 10، إسماعيلية 19 8، السويس 19 8، العريش 18 7، كاترين 12 واحد تحت الصفر، طابة 17 8، حلايب 22 12، شلاتين 24 14، شرم الشيخ 22 14، الغردقة 21 11، الفيوم 18 6، بني سويف 18 5، الوادي الجديد 19 5، أسيوط 18 5، سوهاج 19 5، قنا 21 7، الأقصر 21 6، وأخيرا أسوان 21 8. نخلي بالنا ممكن يكون الشمس هتكون ساطعة خلال الأيام اللي جاية، لكن في الفترات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر الجو مازال بارد جدا، نخلي بالنا مع ارتداء الملابس الثقيلة. هرجع مرة تانية لمحمد ومنى عشان نكمل فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا لك.